اللجنة التحضيرية لإطلاق الحملة العالمية للذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم عقدت اجتماعها الثاني في مقر المجلس الوطني الفلسطيني بدمشق، وناقشت ما يمكن القيام به في عام كامل قبل 17 من تشرين الثاني من العام القادم 2017. 100 سنة على جريمة بلفور الذي منح باسم الحكومة البريطانية تفويضاً لعصابات المستوطنين أن يحتلوا فلسطين ويستعمروا أرضها ويشردوا شعبها وينتهكوا مقدسات العرب فيها. اللجنة التحضيرية لإطلاق الحملة العالمية للذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم عقدت اجتماعها الثاني في مقر المجلس الوطني الفلسطيني بدمشق، وناقشت ما يمكن القيام به في عام كامل قبل 17 من تشرين الثاني من العام القادم 2017. نحن كفلسطينيين نحيي أبطال حرب تشرين، ونتوجه بالتحية للشعب العربي السوري، للجيش العربي السوري، للقيادة السورية، في ظل تطورات كبيرة وخطيرة نؤكد فيها أننا كشعب فلسطيني وكقوة فلسطينية نقف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الهجمة وفي مواجهة هذه المؤامرة. نحن نحيي حرب تشرين، نحيي الشهداء، نحيي البطولات. حرب تشرين هي الحرب العربية الأولى، هي الحرب التي هيأ لها العرب، وكانت المبادرة الأساسية من قبلهم وليس من قبل العدو الإسرائيلي. ينبغي أن نخلدها دائما في تاريخنا، وأيضا علميا ينبغي أن نعلم ماذا جرى بعدها وما هي المسببات وكيف كانت الارتباطات بأحد شقي هذه الحرب، وهو الشق الأكبر، أقصد بذلك السياسة المصرية. المشاركون في اللجنة قدموا عددا من المقترحات ستتم دراستها وإقرارها في الاجتماعات القادمة. فهلا احنا عندنا نعمل قائمة شخصيات سياسية على مستوى العالم والوطن العربي، يجوز فيديل كاسترو، سليم الحص، شخصيات نختارها احنا من قامات المعروفة ومشهود بنضالة. نجاح الحملة العالمية للذكرى المئوية لوعد بلفور يتوقف على تنشيط وسائل التواصل وفتح منافذ إلكترونية إعلامية تفضح جريمة بلفور التي ما زال الشعب العربي الفلسطيني يعاني من آثارها. بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية، استقبلت مدرسة الإعداد المركزية في مدينة التل 72 من كوادر الحزب من كافة الفروع الحزبية متنوعين بين قيادات حزبية وأعضاء، ولمدة 3 أسابيع في دورة إعداد مركزية جديدة. تزامنا مع ذكرى حرب تشرين التحريرية وتأكيدا على أن مسيرة العلم والمعرفة تمضي جنبا إلى جنب مع جهود وتضحيات رجال الجيش العربي السوري، استقبلت مدرسة الإعداد المركزية في مدينة التل 72 من كوادر الحزب من كافة الفروع الحزبية متنوعين بين قيادات حزبية وأعضاء، ولمدة 4 أسابيع في دورة إعداد مركزية جديدة. افتتح الدورة الدكتور خلف المفتاح رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري، أكد بالبداية على قدسية يوم 6 من تشرين ومعانيه السامية، مذكرا بالإنجاز النوعي الذي تم تحقيقه في تلك الحرب المباركة. وقدم المفتاح عرضا سياسيا حول الأوضاع السياسية التي تخوضها سوريا اليوم بما تعيشه من أحداث وربطها بالتاريخ النضالي. هدف هذه الدورات هو صناعة كوادر قيادية على مستوى الحزب وعلى مستوى الإدارة لتقوم بدورها في القيادة بكفاءة عالية، كفاءة إدارية وكفاءة اجتماعية. هذه الدورات أيضا تهدف إلى صناعة كادر قادر على التأثير بالمجتمع، وقادر أيضا على تشكيل رأي عام حول القضايا التي تشكل أولويات لنا في الدولة السورية في ظل هذه الحرب الكونية التي تشن على القطر العربي السوري. المشاركون في الدورة أكدوا أهمية الحس الوطني والشعور بالمسؤولية تجاه قضية بلدهم وتأدية الواجب بكل إخلاص. نحن أتينا إلى هذه الدورة إلى الإعداد الحقيقي للرفيق البعثي الحقيقي. نحن نهلنا من خلال متابعتنا بعملنا البعثي والحزبي، لكن بهذه الدورة
أتينا لصقل القيادات. جئنا لهذه الدورة لنعزز من ثقافتنا البعثية الكبيرة في هذا الصرح البعثي العظيم الذي يجمع من كل محافظات القطر. وأي رفيق منا نحن بحاجة دائما إلى العلم والمعرفة، ولننقل ذلك إلى قواعدنا إلى رفاقنا في كل المحافظة. كما يواجه الجيش العربي السوري بالسلاح الإرهابيين لتطهير سوريا شبر شبر من الإرهاب، نحن نواجه هذا الإرهاب بالعلم والفكر. رغم أنه كل المحاولات اللي عم يحملوا علينا والإعلامات الفاشلة لنا أنه نحن صاحبين قرار، ونحن من حقنا الطبيعي نكون بأي ساحة وموجودين نحن نثبت وجودنا. فبعد الدورة إن شاء الله أنا رح أنشر هذا بمحافظة القنيطرة وبكافة المحافظات عن دور المرأة السورية وشو عملت وشو حققت من إنجازات. المفتاح توجه للمشاركين متمنيا أن يمارسوا الدور المطلوب عبر الخطاب العقلاني المتمكن بغية تشكيل الموقف الإيجابي تجاه المواضيع المطروحة والتي حتما ستساهم في إعادة بناء سوريا. وبمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية أيضا، قام محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد صالح إبراهيم بزيارة إلى مقبرة الشهداء. بمناسبة الذكرى 43 لقيام حرب تشرين التحريرية، زار محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي مقبرة الشهداء، ووضع أكاليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول، وقرأ الفاتحة على أرواح شهداء الوطن من مدنيين وعسكريين، كما زار الجرحى والمصابين من أبطال الجيش العربي السوري الذين يتلقون العلاج في المشفى العسكري. الحمد لله رب العالمين، نحن صامدين لآخر نقطة دم موجودة فينا وبدنا نحافظ على البلد، بس أهم شيء نضل نحن مترابطين مع بعضنا وبدنا نحرر سوريا بإذن الله بالقريب العاجل. كل عام أنتم بخير وإن شاء الله بنعاد علينا وعلى البلد بالنصر القريب إن شاء الله، وإن شاء الله عازمين على متابعة النصر والمكافحة الإرهاب حتى نطهر سوريا شبر شبر. هاي المناسبة العظيمة ذكرى حرب تشرين التحريري، ذكرى انتصار الجيش العربي السوري البطل، إن شاء الله رح تكمل انتصاراتنا بهمة بواسل الجيش وصمود شعبنا إن شاء الله منتصرين. كما وبهذه المناسبة احتفل برفع علم الجمهورية العربية السورية على مستديرة شيحان التي تم تطهيرها مؤخرا من العصابات الإرهابية المسلحة، وشارك في الفعاليات قائد المنطقة الشمالية وقائد شرطة المحافظة وأعضاء قيادة فرع الحزب ورئيس مجلس المحافظة وحشد من المواطنين. بمناسبة الذكرى 43 لحرب تشرين التحريرية وتخليدا لدماء الشهداء، كرمت محافظة القنيطرة 34 أسرة من ذوي الشهداء الذين قضوا دفاعا عن تراب سوريا ضد العدو الصهيوني. بمناسبة الذكرى 43 لحرب تشرين التحريرية وتخليدا لدماء الشهداء، كرمت محافظة القنيطرة 34 أسرة من ذوي الشهداء الذين قضوا دفاعا عن تراب سوريا ضد العدو الصهيوني وآخرين ممن استشهدوا أثناء التصدي للإرهاب التكفيري الحالي، وذلك على مدرج كلية التربية الرابعة في مدينة البعث. فخر لنا أن تأتي احتفالاتنا بذكرى حرب تشرين التحريرية، أن تأتي احتفالاتنا على أرض المحافظة الصامدة، أرض محافظة القنيطرة التي شهدت على انتصارات حرب تشرين. فكل ذلة تراب وكل حجر في هذه المحافظة الشريفة الصامدة يشهد على بطولات حرب تشرين، وكما انتصر أبطال حرب تشرين فإن أحفادهم اليوم وأبنائهم يواصلون المسيرة في تحقيق انتصاراتهم على العصابات الإرهابية المسلحة صنيعة العدو الإسرائيلي. ونحن اليوم من القنيطرة نقول وبكل ثقة بأننا سنحتفل قريبا كما نحتفل اليوم بذكرى حرب تشرين، سنحتفل قريبا برفع العلم السوري خفاقا فوق الجولان العربي السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد. مثل ما حقق بال73 الانتصار تلو الانتصار، اليوم يحقق الانتصار تلو الانتصار بقيادة جيشنا العربي السوري. العدو واحد، العدو اللي دحرناه عام 1973
هو نفس العدو اللي اليوم دخل بلدنا ولكن بوجوه مقنعة وبوجوه مختلفة. وأهالي الشهداء اليوم في تكريم لأهالي الشهداء، أهالي شهداء من سنة 73 واليوم بهالحرب الإرهابية اللي دخلت على بلدنا. طبعا بهذا اليوم تحية كبيرة لجيشنا العربي البطل يلي عم يسطر بطولة بطولات خارقة بكل أنحاء الجغرافيا السورية، وتحية عزة وكرامة لكل بطل قاوم بسوريا وحرر النصر. وإن شاء الله جيشنا العربي السوري كما حرر في تشرين التحريرية اليوم سيحرر كل بقعة ضرب الإرهاب الأسود. نتوجه بالتحية والتقدير لجيشنا الباسل ولهذه المدرسة العقائدية الخالدة، مدرسة الجيش السوري الذي يقودها في هذا الوقت قائد مقدام، قائد فذ السيد رئيس بشار الأسد في وجه هذه الحرب الكونية الشرسة التي تخاض على هذا الوطن. ونتوجه بالتحية لأهلنا في الجولان العربي السوري المحتل على صمودهم في وجه هذا الاحتلال الغاشم، ونترحم على أرواح شهداء حرب تشرين، ونقول للأهل في الجولان ونقول للأهل في هذا الوطن أننا منتصرون خلف هذا الجيش الباسل، وسنحقق النصر ونكسر هذه المؤامرة القذرة، وسنرفع العلم العربي السوري في سماء الجولان. حضرت التكريم فعاليات رسمية وعسكرية وشعبية وعدد من أعضاء فرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي. إن شاء الله في الذكرى القادمة سوف نحتفل بهذه المناسبة ونحن منتصرين على هذه الأزمة الكونية، ويكون الجولان عائد بهمة بواسلنا الشرفاء. عندي ولدين مشروع شهادة قدم الشهيد، لسه في 2 مشروع شهادة، وعندي 5 أحفاد ضباط ضباط الحمد لله، والتانيين مشروع شهادة. فدى الوطن قائد الوطن، والله يحمي كل الجيش ويحمي وطننا قائد وطننا. أبناء القوات المسلحة يؤكدون على جاهزيتهم الدائمة لضرب الإرهاب بيد من حديد، فيما أكد الحضور وذوي الشهداء على استعدادهم لتقديم المزيد من التضحيات في سبيل الوطن، مشيرين إلى عظمة الشهيد وأثره في تحقيق النصر. وبالمناسبة ذاتها أقيم مهرجان خطابي في صالة حزب البعث العربي الاشتراكي في درعا، كما زار المسؤولون في المحافظة الكتيبة الطوعية التي تأسست مطلع هذا العام. بمناسبة الذكرى 43 لحرب تشرين التحريرية أقيم مهرجان خطابي في صالة حزب البعث العربي الاشتراكي في درعا، وزيارة للكتيبة الطوعية التي تأسست مطلع هذا العام. بداية الانتصار هو تكامل الثلاثية، وجود الشعب الوفي والشريف، ووجود الجيش القوي، ووجود القيادة الممثلة بسيادة الرئيس بشار الأسد، وما هي إلا امتداد لقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد بتشرين 73 التي صنعتها. واليوم بإذن الله بنفس الثلاثية وبنفس الأبعاد القيادية للسيد الرئيس وشعب درعا الشريف، والقسم الكبير منه شارك بالكتيبة التطوعية وهي الرديف الأول لجيشنا العربي السوري في أرض هذه المحافظة. قريبا إن شاء الله سنعلن الانتصار على ساعة هذه المحافظة ضد هؤلاء التكفيريين الظلاملين الكفرة الذين وضعوا أيديهم بأيدي الكيان الصهيوني. ذكرى حرب تشرين التحريرية هي ذكرى 43، فهي ذكرى الانتصار لقواتنا المسلحة بعد حرب 67. هذا الانتصار الذي تحقق وكم التعديد له وإعداده والتخطيط له من قبل القائد المؤسس حافظ الأسد رحمة الله عليه، وكان هناك نقطة تحول في قواتنا المسلحة، الانتقال من مكان إلى آخر. أولى أهدافه هو تحطيم أسطورة العدو الذي لا يقهر، والذي تحطمت هذا العدو المتعجرف آنذاك، ووصلت قطعاتنا وتشكيلاتنا إلى أماكن متقدمة وتكبد خسائر كبيرة. له أهداف عدة على مستوى الداخلي، على مستوى العربي، على مستوى العربي. أفاق العالم كله أنه ما كانوا يتوقع أن تكون سوريا في هذه الحرب، ولكن انتصر سوريا وحطمت أسطورة العدو الذي يقهر. الكلمات التي ألقيت في المهرجان شددت على أن الجيش العربي السوري هو الضامن لوحدة واستقرار سوريا، بالإضافة إلى توجيه الشكر للأصدقاء الذين وقفوا مع سوريا في وجه العدوان المتمثل بالإرهاب والقوى التي تقف خلفه وتقدم له كل أشكال الدعم. اللواء الطوعي هو رديف للجيش، ولا بل انه الخط الاول مع الجيش بمحافظه درعا،
وتشكيل الكتيبة طبعا من الوقت اللي اجوا لهلا نحن مع الجيش بالخط الأول تماما ومتجهزين لتنفيذ أي مهمة مع قوات الجيش والقوات المسلحة. ذكرى حرب تشرين التحريرية تمر اليوم والسوريون قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الانتصار على أدوات العدو ذاته الذي كسرنا أسطورة أنه لا يقهر قبل 43 عاما. وفي حمص وبمناسبة ذكرى تشرين التحريرية احتفل عناصر قوى الأمن الداخلي من ضباط وصف ضباط وأفراد في حمص بهذه المناسبة. بمناسبة الذكرى 43 لانتصار جيشنا الباسل على غطرسة الكيان الصهيوني في حرب تشرين، احتفل عناصر قوى الأمن الداخلي من ضباط وصف ضباط وأفراد في حمص بهذه المناسبة، وأحيوا ذكرها بعدة عروض وكلمات جسدت قيم الوطن والدفاع عنه. سينتصر هذا الجيش إن شاء الله في القريب العاجل ويحقق الانتصار النهائي على هؤلاء الأعداء وعلى داعميهم من الغرب وأمريكا والرجعية العربية، وتعود سوريا كما كانت دولة قوية ذات سيادة منتصرة تحقق الأمن والرخاء للشعب العربي السوري. كانت هذه الحرب انتصار حقيقي وانتصار مؤزر لقواتنا للجيش العربي السوري على هذا الكيان الغاصب الذي كان يدعي دائما أنه لا يقهر، وزعزعت الثقة لدى هذا الكيان بأنه الجيش الأقوى في المنطقة، فحققت الانتصار الساحق على هذا الكيان الغاصب. نعاهد الشعب العربي السوري ونعاهد قائد الوطن أن نقوم بمهامنا بالمهام الموكولة إلينا على أحسن وجه، وأن نكون جنبا إلى جنب مع الجيش العربي السوري في خندق واحد. سوف نخلد ذكرى هذه الانتصارات على هذا الإرهاب مثل ما الآن نخلد ذكرى حرب تشرين التحريرية، وسوف ننتصر بإذن الله تعالى. سننتصر على الإرهاب وسنحتفل بهذا الانتصار كما نحتفل اليوم بذكرى حرب تشرين التحريرية. هذه ذكرى تكون تكريس والانتصار جديد الذي نخوضه ضد الإرهاب الذي يغزو وطننا. كما عاهد عناصر قوى الأمن الداخلي الوطن وقائد الوطن وشعبه على أن يكونوا على أهبة الاستعداد وعلى قدر المسؤولية للقيام بكامل المهام التي توكل إليهم، وأن يكونوا الجند الأوفياء لدحر الإرهاب عن وطنهم سوريا صفا بصف مع القوات المسلحة. وفي حمص أيضا زار المحافظ وأمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من أعضاء مجلس الشعب وفعاليات حزبية ودينية ونقابية جرح الجيش والقوات المسلحة في المشفى العسكري بحمص. تقديرا لتضحياتهم وبطولاتهم في الحرب على الإرهاب وبمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية، زار محافظ حمص طلال البرازي وعمار السباعي أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من أعضاء مجلس الشعب وفعاليات حزبية ودينية ونقابية بزيارة جرح الجيش والقوات المسلحة في المشفى العسكري بحمص. ذكرى حرب تشرين التحريرية ذكرى الانتصار وكل الذكريات التي تمر في تاريخ سوريا بفضل بواسل الجيش العربي السوري ودعم الشعب السوري لهذا الجيش البطل ستبقى عنوان للانتصار. واليوم زيارة جرحى الجيش العربي السوري هي تأكيد على أن جماهير شعبنا، منظماتنا الشعبية، فعالياتنا الاقتصادية تقف إلى جانب هذا الجيش في حربه اليوم في مواجهة الإرهاب وكل داعميه من أعداء الوطن. نقدم أجمل التهاني لشعبنا العربي السوري ونقول بوركتم يا حماة الديار، الرحمة كل الرحمة لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم في سبيل هذا الوطن، في سبيل أن يبقى الوطن، في سبيل أن نكون نحن موجودون.
جينا لنقبل جباه هؤلاء الأبطال وسواعدهم الذين جرحوا في أرض المعركة وهم يدافعون عن سوريا وعرضها. هذا الجيش العربي السوري الذي صنع انتصار تشرين اليوم هو أيضا يسطر أروع البطولات في سبيل أن يدحض الإرهابيين ويبعدهم عن أرضنا. وجئنا لنتشرف بزيارتهم ولنعبر لهم عن شكرنا وامتناننا لجراحهم النازفة التي هي سوف تصنع النصر. أتينا كمنظمات شعبية ومنقابات مهنية ومحافظة وقيادة فرع وأحزاب جبهة تقدمية ورجال دين لنطمئن على هؤلاء الجنود البواسل الذين خاضوا في ساحات الوغى وقدموا بعض من أجزاء من أعضاء أجسادهم لنبقى سالمين. سوريا بأكملها بألف خير إن شاء الله بإذن الله منصورين ورح ننتصر على الإرهاب، ونحن جاهزين لتلبية نداء الوطن في أي نقطة بسوريا. نحن متفائل بذكرى حرب تشرين بالخير لبلدنا بالكامل وللقضاء على الإرهابيين بشكل كامل. رح إن شاء الله بنرجع نشفى ونقاتل العدو إن شاء الله يا رب، والنصر لنا يا رب. بدورهم جرح الجيش توجهوا بالمعايدة والتهنئة لكل السوريين ولرفاق السلاح على مختلف الجبهات، مؤكدين أن ذكرى حرب تشرين التحريرية ستكون حافزاً للقوات المسلحة لتكريس الانتصارات على الإرهاب، وأن هذه الانتصارات ستخلد كما خلد انتصار الجيش على العدو الإسرائيلي في تشرين الأول. تخريج الدورة الثانية من فصائل الحماية الذاتية التي ضمت الشباب ورجال قرى وبلدات ريف حماة ليكونوا رديفا قويا وحقيقيا للجيش العربي السوري. انطلاقا من مسؤولية كل السوريين في الدفاع عن الوطن، تم تخريج الدورة الثانية من فصائل الحماية الذاتية التي ضمت الشباب ورجال قرى وبلدات ريف حماة. مدير جاهزية والحماية الذاتية بمحافظة حماة أكد أن مراكز التدريب العسكرية مفتوحة لكل المتطوعين، مشيرا إلى الاندفاع والحماس لدى أبناء المحافظة للتطوع في فصائل الحماية الذاتية ليكونوا رديفا قويا وحقيقيا للجيش العربي السوري. الدورة قمناها في الدفاع المحلي والدفاع المدني مشان ساحات التدريب ومشان المدربين، فكانوا الدورة الأولى 150 بالدفاع المدني و150 بالدفاع المحلي، والدورة الثانية كمان نفس الكلام 150 بالدفاع المحلي و150 بالدفاع المدني. وكانت الدورة الحقيقة في منتهى الجدية من قبل رفاقنا المدربين في الجيش الشعبي وفي الدفاع المدني بإشراف طبعا قائد الدفاع المدني وقائد الدورة. استفادوا هالعناصر الدورة اللي دربت من هالمدة الدورة اللي هي 8 أيام، حطينا زخم كبير وقوي لحتى وصلنا له لهالمرحلة هاي مشان يكونوا رديف للجيش العربي السوري للدفاع عن أم سوريا. دربنا على السلاح وعلى القنابل وعلى تفكيك العبوات الناسفة، ونحن راح نكون رديف للجيش العربي السوري ايد بايد لحتى نرجع سوريا مثل ما كانت. جينا على الدورة لحتى نتلقى التدريبات العسكرية والقتالية ونكون القوة الرديفة للجيش العربي السوري. تأتي هذه الدورة كمكملا للدورات التي سبقتها بالأعداد والتأهيل لتكون رديفا للجيش العربي السوري ويدا بيد معه في محاربة الإرهاب والحفاظ على الأمان والاستقرار في المناطق التي دحر الجيش الإرهاب منها. في سياق متابعة تسويق محصول التفاح في المحافظة، زار محافظ السويداء عامر إبراهيم فرع مؤسسة الخزن والتسويق واستمع إلى معاناة الفلاحين والتي تلخصت في نقص العبوات البلاستيكية وقلة المخصصات من مادة المازوت. في سياق متابعة تسويق محصول التفاح في المحافظة، زار محافظ السويداء عامر إبراهيم فرع مؤسسة الخزن والتسويق واستمع إلى معاناة الفلاحين والتي تلخصت في نقص العبوات البلاستيكية وقلة المخصصات من مادة المازوت للفلاحين وغيرها. تواصلنا مع مدير عام الخزن والتسويق في دمشق وأكدنا عليه أنه هناك في نقص بالعبوات، ووعد بالتواصل مع كافة معامل
البلاستيك بحمص ودمشق لتأمين أكبر كميات من الصناديق الحقلية وأرسالها إلينا لتسويق المنتج. إضافة إلى وعود وزارة التجارة الداخلية التي انتظر الفلاحون تنفيذها كانت سبباً في تأجيل بيع المنتج للتاجر، ما أدى إلى تساقط الثمار عن الشجر. بشكل عام قلة وجود الصناديق، لأنه كمية الصناديق الموجودة عندنا حالياً ما بتكفي، والإنتاج كبير كمان، فنحن حسب استيعاب وحدات التبريد عندنا كمية صناديق على القدر اللي بتستوعبه وحدات التبريد، بالإضافة لأنه نحن عم نخزن القطاع الخاص، يعني اللي عنده حابب يخزن محصوله على حسابه الخاص عندنا مجال لهذا الموضوع ضمن قرار إيجور يعني محدد من قبل الإدارة العامة. بسوء تصريف الإنتاج بالدرجة الأولى وغلاء الأدوية، يعني الدواء ضعف 10 أضعاف وسعر التفاح إذا بتحسبه ما ضعف طبعا، هي نسبة. إذا الفرق بينك أنا فلاح، المفروض الصناديق تتأمر قبل الموسم. الشغلة الثانية المازوت، سيارات بدها مازوت كمان بدها تشتغل. الثالثة هي الإيجور، يحددوا الإيجور للناس، يعني في معاناة كثيرة. بعدين النسب اللي بياخذوها هذه يعني أحيانا بتلاقي عليها بتلاقي رشوش، أحيانا بتكون فاسدة. كما وجه الفلاحون عتبا كبيرا على الحكومة على الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها، إلا أن ذلك لم يؤدي لاستيعاب الإنتاج الكبير من التفاح. محافظ السويداء تواصل مع أكثر من جهة لاستجرار الصناديق بالسرعة القصوى ليتمكن الفلاح من قطف ثماره قبل أن تتساقط من الشجر، ووجه الجميع لتضافر الجهود للوقوف إلى جانب الفلاح ومساعدته لتسويق إنتاجه وتخفيف العبء عنه.